بدي احكي ملاحظة هامة. الكمبيوتر بيعرض مش بالحالتين، بس اللي بصير انه المش وقت ينعرض بالحالة اليمينية فهو عم ينعرض كل بوليجون لحاله، الكمبيوتر عم يفكر فيه او عم يعالجه كل بوليجون لحاله، بينما بالنفس انت عندك عدة خطوط عم تكون معادلة خطية عم يعبيها الكمبيوتر بأضلاع على كيفه. فهمتوا علي الفكرة شلون؟ هاي الفرق بيناتهم. لذلك الراينو اخف كتير من ماكس او باقي البرامج، لانه عم يعرض نيربس ما عم يعرض مش، عم يحط البوليجونز على كيفه، مشان هيك بيكون مرتاح فيها دائما.